أحبائي في مصر والعالم كله، تحياتي من قناة الصوت الصارخ، معكم دكتور وليد رؤوف. ندافع عن كل إنسان مظلوم، مؤمنا كان أو ملحدا. الخط الفاصل في كل قضايانا التي نتناولها هو الحق. نأخذ قدوتنا في الثورة على الظلم والطغيان من السائر الأول والأعظم، وهو القديس يوحنا المعمدان، أعظم مواليد النساء. مبرئ المذنب والمذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. من فضلكم نطلب دعمكم بالمشاركة بالقناة وتفعيل زر الجرس. دمتم في رعاية الله. دكتور وليد رؤوف. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أرسل لكم تحياتي وقبولاتي. الرئيس السيسي على الحقيقة بيعجبني أوي أوي، والله العظيم راجل دماغ قوي، دماغ عالي قوي قوي. يقول لك جملة بس ما تفهمش هو عايز ايه، يقول لك جملة كل واحد ياخد الجملة دي ويروح في سكة، وبعد كده يقول لك جملة بعديها بفترة تلغي اللي قاله قبل كده، ما تفهمش منين يودي على فين. أستاذ منين يودي على فين؟ يعني طلع الفترة الأخيرة دي، طلع مرة قال لك إيه؟ قال لك يعني كل واحد استلم عقيدته، محدش فكر فيكم يراجع عقيدته ويشوف عقيدته دي مظبوطة ولا مش مظبوطة؟ تاني آخر مرة طلع يقول كل واحد فيكم استلم عقيدته، محدش فكر فيكم العقيدة دي سليمة ولا مش سليمة، مش لازم الواحد يراجع عقيدته عشان يعرف يعني هي مصداقيتها ايه. كله هلل، قال لك الله الله، ده قصده ايه بقى؟ اللي ضد الرئيس السيسي من المسلمين، قال لك ده يا عم بنشن على المسلمين، عايز يضرب المسلمين في ايمانهم، وعايز يقول لهم اني قبل كده قال لهم انتوا عاديتوا العالم كله بدينكم، انتوا وطالب بمراجعه التعليم ومراجعه الوعظ والحاجات دي، وطالب بتغيير تعليم الازهر، واو ولا لا الكافر عايز يغير لنا ديننا وعايز يلغي ديننا. كله ابتدى يزمر. المسيحيين قال لك ده كويس، ده راجل اكيد، ده راجل ده ملحد، ده ولا ما بيؤمنش، ولا يمكن يهودي، ولا يمكن. طيب نفاجئ بعد كده، بعد ما قال كده وكله بيراجع عقيدته، الحكم على المستشار احمد ماهر بالسجن 5 سنوات. الله الله الله، ليه يا عم؟ اصل المستشار احمد ماهر قال ان الاسلام ما فيهوش عنف، وان احاديث العنف والارهاب دي مش من الاسلام، ودي تعاليم مدسوسة على الاسلام. يعني الراجل عايز يقول ان الاسلام شيء جميل جدا بس دخلت عليه احاديث سوقته، ده مش من الاسلام، واعتبروه مصدر الاسلام. والراجل تعدى 75 سنة ونظره ضعيف جدا وعنده سكر وعنده امراض، حكموا عليه ب5 سنين. الله، اشوف كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. الله، ده الرئيس قال عيدوا التفكير في دينكم، الراجل ابتدى يفكر اهو وبيقول لكم اللي عنده، اتسجن 5 سنين. شو اتسجن يعني؟ قبل كده برضه اسلام البحيري اتسجن، قبل كده برضه نبيل النقيب اخدوه برضه كم فتره اعتقال كده. الله، طب انت تقول من هنا التغيير الخطاب الديني ويعيدوا التفكير، واول ما حد يفكر يعيد تفكير تاخده تسجنه؟ انت عامل لنا مصياده يا سياده الرئيس ولا ايه؟ عامل لنا مصياده يا سياده الرئيس ولا ايه؟ طيب العالم طلعت عليه بهوجه، يا عم ده مش مسلم، ده عايز يهد الاسلام، يا عم ده ملحد، يا عم مش مؤمن بالاسلام ولا بالاديان، يا عم ده يهودي، ده اصله يهودي، ده اساسا يهودي، ده تلاقيه شاريل كوهين خنتاف مخاريوس. هيطلع في اخر مؤتمر تطلع له بنت من البنات اللي هي ذوات الهمم، ذوات القدرات الخاصه اللي هم معوقين شويه، تساله مين يا سياده الرئيس قدوتك؟ رد الراجل قال قدوتي
رسول محمد صلى الله عليه وسلم. أمين أمين. رد الراجل عليهم. طيب سيادة الرئيس قدوتك الرسول الصادق الأمين اللي كتير من الدراسات بتقول ان في زي حديث البخاري، البخاري اللي هو كتب الحاجات دي بعد 200 سنة من الهجرة، وهعيد تاني اقول البخاري كان من اوزبكستان، والبخاري كان ضرير وكان لا يجيد اللغة العربية، ومع وكان ما بيتكلمش عربي، ومع ذلك كتب احاديث 36,000 حديث صفوهم على 9,000، وقال لك الحديث دي مش صحيحة وأحاديث أحادية، والسعودية لغت الأحاديث دي. طب هل يحق لو أنت يا سيادة الرئيس راجل مسلم وبتتبع رسول الإسلام وعايز تدي قدوة حسنة في اللي بيحصل في البلد، طب ما تشوف اللي هل مثلا دين الإسلام بيرضى عن خطف القبطيات يوميا كل يوم والتاني؟ قبطيات بتخطف. هل الإسلام يرضى على إن لما تحصل أهالي المخطوفة يعملوا مظاهرة عشان المخطوفة ترجع، يتم سجن أهل المخطوفة ويتم الإفراج عن الخاطفين؟ أنا بسأل سؤال، هل الإسلام يرضى بهذا؟ بس جاوبونا على السؤال ده. هل الإسلام اللي بتوع أمن الدولة ماشيين عليه بيقول كده، بيقول إن جهاز أمن الدولة مفروض يساعد على اختطاف القبطيات وأسلمتهم؟ وهل الإسلام كدعوة اللي هم قالوا ناقصات عقل ودين المرأة نصف يستقوى، هل الإسلام يستقوى بإسلام واحدة ناقصة عقل ودين قاصر؟ سيادة الرئيس أصبحت مهزلة ومسخرة ووساخة فقط، وزادت عن الحد في مصر خطف القبطيات بين يوم وآخر كل يوم والتاني. ده شيء يعني بصراحة يوسخ أبيض توب. ده شيء يسيء لأي إنسان، ويسيء لأي حكومة، ويسيء لأي دولة، ويسيء لأي دين. لما حد بيطلع بيقول الإسلام انتشر بالسيف وبالإرهاب وبالقوة، بيطلع أخو المسلمين يزعل يقول لك لا، الإسلام كان دعوة بالحسنة، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعمره ما كان إجبار. صدقتك عمره ما كان إجبار. طب إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ بنات بتخطف يوم والتاني وتتأسلم. تصرفات، هيقول لك تصرفات فردية. هجوم على الكنائس، تصرفات فردية. هجوم من الشيوخ على الدين المسيحي، تصرفات فردية.